السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. في هذا الفيديو سوف أرد على الدكتور محمد العفاس في برنامجه الذي بث على قناة الزيتونة، واسم البرنامج يصلح رأيك الحلقة 11، وهذا موضوع البرنامج. السلام عليكم. اليوم في برنامج يصلح رأيك نتكلم على موضوع المساواة بين المرأة والرجل. علاش لا نتكلم عن المساواة بين الرجل والمرأة؟ وقبل ما تقول رأيك الذي أملاه عليك الإسلام، حبيت نقول إن ردي في هذا الفيديو سوف يختصر على المقاطع اللي تخصني أنا تقريبا، أو النقط التي تخص الإسلام. الموضوع هذايا موضوع حل باب رزق البرشة حزاب والبرشة منظمات، تعقدت فيه برشة ندوات وبرشة اجتماعات، واليوم نستعرض ثلة من المدافعين على موضوع المساواة بين المرأة والرجل، ولكن مش أي مساواة، هي المساواة التامة في كل شيء بين المرأة والرجل. مساواة بين الرجل والمرأة، يعني مساواة كلية، راهي المرأة كالراجل في كل شيء، مساواة في جميع الجوانب. في تونس المساواة بين المرأة والرجل حلت باتين دل برشة من الناس، وجعلت أحزاب تقيم حملات انتخابية كاملة على موضوع المساواة بين المرأة والرجل، وآخر ما تم بعد الثورة هو رفع التحفظ على اتفاقية سيداو، الاتفاقية اللي تناهض كل أشكال التمييز ضد المرأة. الهدف من المساواة يا هل ترى هو تحقيق العدالة أم أنه أغراض أخرى؟ هذا اللي مش نحاول مع بعضنا نتبينوه في حلقة يصلح رأيك متاع اليوم. به أولا ما بينتناش يا سي دكتور، أنت دكتور في شنو؟ هل أنت دكتور في الحبة السوداء أم في نقائض الوضوء أم في الذرات أم في بول البعير أم في الحيض والنفاس؟ على خاطر ظهر فيك ماكش فاهم معنى المساواة. وقتها نحكيه عن المساواة بين المرأة والرجل، نحكيه عليها من ناحية الحقوق، ليس من ناحية التركيبة الجسدية أو أي شيء آخر. هذا لازمك تفهمه. وكان جيت بالفعل عندك دكتوراه محترمة، فهمت؟ راك ما تتكلمش عن المساواة بين الرجل والمرأة خارج إطار الحقوق. أما فيما يخص فهمت الباتيندا والشغل وغيرها من هذه الأمور، أنا حبيت نرجع عليك معناتها بكلمتين. أولا هناك فما فرق من بين إنسان ينشر المعرفة والعلم والإنسانية حتى كان جاي يخلص على هذاك الشيء، ما فما حتى مشكل، لأنه هو يشارك في تقدم الإنسانية. وفما شكون يخلص فهمت باش ينشر الجهل والتخلف والانحطاط، والفرق من بيناتهم كبير. هذا من جهة. من جهة أخرى ما تحاولش تجمع، فهمت؟ وتتكلم ما تحاولش تجمع، ما تقولش كل من يتكلم عن حقوق المرأة والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة أنه من وراها يحب يربح مكسب سياسي أو اقتصادي. صحيح، فما في كل المجالات فهمت فما شكون يسترزق كيفك أنت اللي تخلص باش تعمل البرنامج هذا، فهمت؟ ما تعملوش بلاش طبعا، ما تعملوش لله في سبيل الله، وانت اللي تدعي فهمت انك تدعو للحق. في الحقيقة انت ماكش تدعو للحق، انت تخدم على روحك. والبرنامج هذا قاعد تصور فيه بالفلوس، بينما انا بامكانياتي اللي تشوف فيها ما نربح فيه حتى شيء. اذا ما تحاولش تجمع. هذاك علاش حبيت نعرف شنية الدكتوراه متاعك، فهمت؟ باش نعرف كيفاش نتكلم معاك. انا ما عندي لا دكتوراه لاني استاذ لا حد شيء، انسان عادي، اما عندي عقل مش عندي طاسه منقوبه. نكملوا بقيه الفيديو ونشوفوا شنو عندك في مخك، بل ما نقولش عندك في مخك خاطر نعرفك ما دامك انت مسلم ما عندك حد شيء في مخك، وانما ماذا املاه عليك شيوخك واللي هما 1400 سنه يسترزقوا
فهمت؟ الفكر مش فكرهم، وفوق هذاك الكل فكر مأخرنا 1400 سنة التالي، وموخر الإنسانية، ومسبب المشاكل اللي احنا عايشينها في كل الدول متاعنا. نواصلوا ونسمعوك شنو تقول. بالنسبة للمدافعين عن المساواة، وأقصد المساواة التامة بين المرأة والرجل كما كنا نشوفه في الفيديو، يراوا أنه التمييز بين المرأة والرجل هو دونية للمرأة، والكلام هذا ما ينجمش يكون صحيح، لأنه ببساطة الاختلاف لا يعني الدونية أو العلوية، وهذا لأكدوا كلام ربي سبحانه في قوله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. يعني ربي سبحانه جعل أشياء يمتاز بها الرجل عن المرأة، وأشياء أخرى تتميز بها المرأة عن الرجل، وساوى بينهم في أشياء أخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، يعني فما مسائل تستوي فيها النساء مع الرجال، ولكن مسائل أخرى يفضل بها البعض عن البعض الآخر. إلا أنه في الانكونسيونس، يعني في العقل الباطن متاع المدافعين أو المتاجرين بقضية المساواة بين المرأة والرجل، هذا مش صحيح. محرزية مش أقول لك مرأة تعرفها ايش معناها ناشطة سياسية مرأة قال ايش مش نقول لك ما كلها مرأة منش مش نتوسعوا في النقطة هذه برشا، ولكن يكفي أن نراو أنه ربي سبحانه عز وجل كي خلق المرأة والرجل ما همش عندهم نفس التركيبة البيولوجية، وذاك علاش نلقاو بروفيل هرمونال خاص بالمرأة وبروفيل هرمونال خاص بالرجل. نراو المسكولاتير، نراو حتى الوظائف تختلف، ولهم أن يتساءلوا علاش ما نلقاوش قسم أمراض الرجال والتوليد. يا سي عفاس، باش تزي من العقص ولا لا؟ شنو التخبيز هذا؟ هذاك علاش أنا نشك أن تكون عندك دكتوراه محترمة تخليك تخدم مخك؟ نعم يا سي عفاس، التمييز في الحقوق بين المرأة والرجل هو دونية للمرأة، وهذا الكلام متفق عليه كل إنسان عاقل وعنده مخ. نعرف اللي أنت مخك اللي معبي بالأفكار الإسلامية ما تنجمش تفهم هذه النقطة. يا سي عفاس، الاختلاف في التركيبة الجسدية لا يعني التمييز في الحقوق. نعطيك مثال بسيط مش منمشوش بعيد. توا الإنسان يكون معاق جسديا، هل يفقد حقوقه الإنسانية؟ لا. إذن التمييز في التركيبة البيولوجية أو الجسدية لا تمنعك من حقوقك الإنسانية، هذه نقطة، وما تقللش من قيمتك، بل أنت إنسان بأتم معنى الكلمة في إطار القانون والنظام الإنساني. الإسلام متاعك ما يمنش بهذه الأمور، هذه كأمورك أنت، فهمت؟ يعني ما نيش باش ندخل فيها أنا، هذه نقطة. أما الكلام ربك اللي تستدل به خليه ليك، يجبك أن تعرف أن مش كل التوانسة مسلمين، وأنا ما نيش مسلم، فهمت؟ هذا أمور تخصك أنت، ما تخصنيش أنا، وما تخصش أي إنسان ما يمنش بالأفكار الإسلامية. وكما قلت لك، الاختلاف في التركيبة الجسدية لا ينقص من حقوقك الإنسانية، حاول باش تخدم مخك وتفهم شوية. أما المثل اللي طرحته لقاعة سبسي فهي وجهة نظر الإسلام اللي انت تدافع عليه، حيث يعتمد على الاختلاف البيولوجي والاختلاف في التركيبة الجسدية لكي يحقر المرأة، فهمت؟ ويمنحها من حقوقها، وهذا أمور غير إنسانية في وقتنا الحاضر. صحيح هي موجودة في الإسلام، يا أخي قائد السبسي شنو ما هو مسلم، كيف كيف، فهمت؟ ما هو مسلم، أنت تستدل بمسلم كيفك. هذه التفكير اللي قالوا، الكلام اللي قالوا قائد السبسي، هو يقولوا أي مسلم متخلف كيفك، فهمت؟ يؤمن بالخرافات ويؤمن بتحقير المرأة، لأن الإسلام يرى ويعتمد على الاختلاف في التركيبة الجسدية كما قلت أنت، باش يمنع المرأة
من حقوقها، وهذا توا ما عادش مقبول، وإنسانيا ما عادش مقبول، ولا أنت ولا دينك ولا ربك ولا محمد بتاعك يمكن أن يمنع تقدم الإنسانية وقيام حقوق إنسانية عادلة تعامل المرأة كإنسان، وإن كانت تختلف في التركيب. شنو يفه؟ شنو هي المشكلة؟ احنا نتكلموا على الحقوق، حاول باش تدخل هذا في مخك، الحقوق. نواصلوا الكلام تاعك. في حلقتنا اليوم ماناش مش نركزوا على فضل المرأة في الإسلام أو مكانتها، ولكن يكفي إشارة بسيطة إلى أن القرآن خص المرأة بسورة هي سورة النساء. أي فضل يا ولدي تتكلم عليه؟ هل الإسلام فضل المرأة بضربهن، أو فضلها بنصف الشهادة أو نصف الميراث، أو فضلها بالحجاب، أو فضلها من حرمانها من مناصب معينة، أو فضلها أن أجعلها كدابة كلهم يركب، أم فضلها أنها تقطع الصلاة، أم فضلها أنها نحس؟ خلينا يا سيدي من تفضيل المرأة في الإسلام كما قلت أحسن، على خاطر كان باش تتكلم على تفضيل المرأة في الإسلام باش ندخلوا في باب كبير اللي هو تفنها وهي في الحياة. أما حول المثل متاعك اللي قلت عليه حول تخصيص ربك أو القرآن لسورة النساء للمرأة، وأنت تعلم إن أسماء السور ليس وحي، فهمت؟ تعرف هذه، ما أنت ما تقولهاش، أنت تقول ربك، يعني وتكذب على ربك زادة، يعني هل ربك سمى سورة النساء نساء؟ هذه حاجة. حاجة ثانية، أرجع أقرأ سورة النساء تو تشوفوا كيفاش كرمها الإسلام، تو تشوفوا تو تفهموا، فهمت؟ مسألة ثالثة حبيت ماذا نذكرها، هل عندما فما في القرآن سورة البقرة وسورة العنكبوت وسورة النمل، هل ربك فضل وكرم البقرة والعنكبوت والنمل؟ وش بيه هذا يكرم كان في البقر والحيوانات ومعاهم المرأة؟ شو مدخل السورة في التكريم؟ مش قلت لك يزي من التخبيزة وخدم مخك شوية؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظاته يقول استوصوا بالنساء خيرا. علاش حسب رأيكم محمد قبل ما يموت استوصى بالنساء؟ هذا ما يكون كان حاجتين، يا إما يعرف روحه خمجها وأهانهم وذلهم وطيح لهم قيمتهم، فهمت؟ هذاك علاش قبل ما يموت حس بالذنب، وهذا مستبعد أن يكون محمد في هذا المستوى باش يفكر بالطريقة هذه. ولكن لو نرجعوا فهمت للحديث هذا بالضبط، نلقاو إنه وصى عليهم على خاطر يعتبرهم قاصرين، على خاطر يعتبرهم ما عندهم حتى قيمة، على خاطر يعتبرهم لازم الراجل هو اللي يشرف عليهم. هذاك علاش أوصى عليهم وتنوصيه على إنسان، نوصيه عليها على خاطر نعرفه ضعيف. إذن هو كان يؤمن إن المرأة ضعيفة وما عندها حتى قدرة، فهمت؟ هذاك علاش أوصى عليها. حينما يتحدث الإسلام على المرأة يقول النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. أما قوله إن النساء شقائق الرجال، يا سي عفاس فسر لهم شنو معناها شقائق الرجال، شنو هي المعنى المقصود بها؟ المعنى من هذا الحديث إن النساء مثل الرجال إلا فيما استثنى الشرع كالإرث والشهادة والليست طويلة جدا. إذن ما تتمسخرش على الناس وما تتمنيكش عليهم، فهمت؟ حاول باش تقول الحاجة كما هي. أما بقية الحديث اللي يقول إن ما يكرمهم إلا كريم ولا يهينهم إلا لئيم، هذه شهادة ضد الإسلام، لأن رب الإسلام أهان المرأة، إذن هو لئيم، وأن محمد أهان المرأة، إذن هو لئيم، وأن الإسلام بحد ذاته واللي يؤمن بالإسلام أهان المرأة، والأدلة موجودة كثيرة على إهانة المرأة، إذن هذوما الكل يعتبروا متعدين على المرأة وكلهم يعتبروا معناتها لئيمين للمرأة.
إذن هذوما تعداوا على المرأة. إذن ربك لئيم ومحمد نتاعك لئيم وإسلامك لئيم وكل هو واحد كل إنسان مسلم فهو لئيم. الإسلام حينما يتحدث عن المرأة ما يتحدثش عن الزوجة فحسب أو البنت، يتحدث عن المرأة اللي هي الأم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. هذه ما عادش دونية، هون يصبح الوظيفة الاجتماعية هي اللي تجيب المكانة للشخص سواء كان رجلا أو امرأة. اللي خلى الرجال قوامون على النساء، الآية هذه اللي تقلق برشا من الناس، ربي سبحانه لم يجعلها علوية للرجل، بل قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ولم يقل بما فضل الله الرجال على النساء، لأنه ليست نظرة الدنيا والعلوية، بل نظرة التكامل ونظرة الانسجام بين المرأة والرجل. أما قولك إن معناتها الحديث بتاع إن أمك ثم أمك ثم أمك، فهمت؟ وعلاش المرأة اللي ما تولدش؟ المرأة العاقر ما عندهاش قيمة هذيك؟ شنية تتكلم على أن المركز الاجتماعي هو اللي يعطيك الحقوق؟ نو، مش صحيح. الحق والقانون والمساواة في الحقوق ما تهتمش بالمركز الاجتماعي، سواء كنت غني ولا فقير، معاق ولا مريض ولا صحيح، امرأة ولا راجل، الناس الكل عندهم نفس الحقوق. لازمك تفهم هذايا، مش على خاطر فلان غني فهمت عنده حقوق أكثر، ومش على خاطر ذاك راجل عنده حقوق أكثر، ومش على خاطر هذيك أم عندها حقوق أكثر من امرأة ما عندهاش ولاد. هذا يعتبر تعدي على حقوق الإنسان. حاول باش تفهم هذه النقطة جيد. راه الاختلاف في المركز الاجتماعي مهما كان فهمت ما يجعلكش فهمت عندك حقوق أكثر من غيرك، وهذا هو العدل الإنساني اللي ما يفهموش ربك وما يفهموش رسولك وما تفهموش أنت وما يفهمه حتى مسلم مخه معبي بالخرافات والجهل الإسلامي. هل أن الميراث هذا مسألة شرعية أم هي مسألة مدنية؟ أكيد الجواب هو أنه مسألة شرعية. يلخصها البعض في آية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا مش صحيح، لأنه أحكام المواريث باب كامل في الفقه، فيه تفصيل وفيه تدقيق كبير ياسر. والمرأة تاخذ نص الراجل، ونعرف اللي احنا توا المرأة يعني عندها نفس الواجبات ونفس الحقوق يعني من كيما الراجل بالضبط. يعني مش معقول في قانون تونس اليوم المرأة تاخذ نص الراجل. يعني توا معناتها الوالدين يموتوا وتجي تقسيم الارث، المرأة تاخذ النص فهمت اللي ياخذوا الراجل. هذا مش معقول، هذا القانون لازم يتنحى. طبعا الميراث مسألة شرعية، في هذه النقطة اتفق معك، ولكن نسألك سؤال: هل تونس تطبق الشريعة أم تطبق القانون المدني؟ طبعا تونس دولة مدنية، إذن الشريعة خليها ليك أمثالك، أما القانون بتاع تونس يجب أن يكون مدني للجميع، للمسلم والغير المسلم. أما حول آية الميراث أو آليات الميراث فهو كما قلت صحيح باب كبير جدا ومعقد وليس من السهل فهمه. أنا اتفق معك زادة في هذه المسألة، ولكن أنا لا أتكلم على الشرع، أنا أتكلم على قانون موجود في دستور مدني. حاول عايش خويا ما تدخلش الأمور في بعضها، وكون منطقي شوية فهمت، وما تخلطش من بين الشريعة ومن بين الدستور. كان جات تونس دولة تطبق الشريعة الإسلامية، أي نجم نحكي معك في موضوع آخر فهمت، والنجم نناقشك فهمت معناتها وجهة الشرع في مسألة الميراث. وهنا باش نرجعوا ونتبعوا الكلام بتاعك بشوية بشوية ونرجع عليك نقطة بنقطة، ولكن ركز لي على نقطة واحدة. رو هنا نتكلم على قانون، مانيش نتكلم على الشرع، ما يهمنيش فيه الشرع، أنا مانيش مسلم وكثير في تونس ما همش مسلمين. إذن
نسمع قيد الكلام نتاعك باش نجمو نرجعوا عليك. تفضل. وهذا يعتبر قانون جائر ضد المرأة. هوني ما يفوتنيش باش نذكر أنه القانون الجائر اللي يتكلم عليه هو قانون ربي سبحانه عز وجل، وهذايا اتهام صريح للمولى عز وجل بأنه ظالم وأنه موش عادل سبحانه عز وجل تعالى ربي عما يقول علوا كبيرا. وعلاش يفوتك؟ شنو مهمتك انت؟ وعلاش تخلص ويعطيوك في الفلوس؟ مش باش تغلط الناس وتنشر الجهل والتخلف نتاعك؟ انت راهم قاعدين يخلصوا فيك باش تقول هذا الكلام. ما لازم يفوتك حتى حاجة، اي حاجة فيها تحرير او مغالطة لازمك تقوم بها. اي قانون جاء وجهة نظري ونقدم الأدلة نتاعي، علاش عندك مانع؟ قانون ربك انت مش ربي انا ولا رب ياسر متواسة. القانون في تونس قانون مدني يجب ان يطبق على الجميع، واللي يحب يطبق الشريعة متاعه في داره يطبق على روحه أموره. طبقوا على نفسك، ما تجيش تطبقوا علي أنا، أنا ما يهمنيش فيه ربك. فهمتني يا أخويا؟ نواصلوا الكلام. المغالطة اللي في الفيديو هذية هو تلخيص المواريث الكل في صورة واحدة، وهي الصورة التي ترث فيها المرأة نصف الرجل، واللي هي إحدى الصور البسيطة في قانون كبير في الفقه الإسلامي يتسمى بعلم الفرائض، واللي فيه تفصيل دقيق لكل حالات المواريث التي ترث المرأة فيها مثل الرجل في حالات عدة، وترث المرأة فيها أكثر من الرجل في حالات أخرى، وقد ترث المرأة أقل من الرجل في بضع حالات لعلها هي الأقل من جملة كل الحالات هذه. يا أخوي المغالطة في كلامك أنت، هوني أنا نتكلم على قانون في دستور مدني، مانيش نتكلم في جامع ومانيش نتكلم على الشريعة الإسلامية. ولأنك تكلمت على الشريعة الإسلامية من واجبي أني نوضح للناس المغالطة متاعك اللي تحب تنشرها باش توهم الناس أن الإسلام ما شاء الله. صحيح هناك عشرات من حالات الإرث في الإسلام، وهناك أبواب وتصانيف وأمور يعني معقدة جدا ما نجموش نتصوروها، حتى فما حالات يعني العلماء معادلات ما تنجمش توصل لها. فهمت؟ خلينا نوضح للناس انواع الارث الموجوده ما دامك تكلمت على الاسلام. فما اربع انواع. فما النوع الاول واللي هو الشائع، هي المراه ترث نصف الرجل، وهذه تقريبا هناك اربع حالات. لكن انتبهوا ان هذه الحاله الشائعه تمثل 70% من حالات الارث ان لم اقل اكثر. فهمت؟ وهي اللي تتطبق بصفه عامه، ومنها تم وضع النص القانوني، وهذه هي اللي نقصد انا، خاطر انا يهمني النص القانوني ما يهمنيش في الشرع. صحيح فما حاله ثانيه اللي المراه ترث كيما الراجل، وهي تقريبا 7 حالات، ولكن هذا يمثل 20%. فهمت؟ فقط 20%. وفما الحالة الثالثة اللي المرأة تارث أكثر من الراجل، وهي تمثل زادة 8%. وفما حالة رابعة أن المرأة تارث والراجل ما يرثش، وهي تمثل 2%. إذن أنا نتكلم على الشائع 70-80% اللي منها مستنبط القانون في الدستور، وانا هذا اللي يهمني. اذا يزي ما تغلط الناس وتقول اللي فما حالات كثيره المراه تورث كيما الراجل واكثر من الراجل، ونزيدك حاجه اخرى، فما حالات وهي قليله جدا الراجل ما يورثش والمراه تورث، باش كان ما تعرفش هاني قلتها لك. اوكي اذا نواصلوا الكلام تاعك. قانون المواريث هو قانون الهي، قانون أحكم الحاكمين، اللي يقول ربي سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فكيف يقول هذا الأخير أن القانون هذا لازمنا نغيروه؟ هل أنك تغير قانون ربي سبحانه القائل والله يحكم لا معقب لحكمه؟ من غير ما نحلل وببساطة الخلل يكمن في نظرة هؤلاء
الحكم ربي سبحانه عز وجل اللي يراو هل أنه ربي سبحانه عدل. سبحان الله، ومن يعدل إن لم يعدل الله عز وجل؟ ومن يعدل إن لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا سي عفاس، هذا الأخير عنده اسم، فهمت؟ يعني يمكن أن تذكرني باسمي، يعني ما نعرفش أنا. هذا الذي علمك إلهك، وهذا الذي علمك رسولك، وهذه هي أخلاق دينك، أن تقول هذا الأخير. أنا أخلاقي، فهمت؟ الإنسانية نذكرك باسمك، فهمت؟ خطرة نناقش معاك، نناقش معاك أنت مباشرة، رغم اللي الأفكار اللي تحملها ما هيش أفكار. إذن الإسلام متاعك كان علمك كان الكره والحقد وعدم الجرأة باش تذكر الأسماء بأسمائها، هذه كأمورك. أما أنا كإنسان أحترمك كإنسان. يا سي عفاس، يا سي دكتور، بالنسبة لي كنتي هذا قانون إلهي، بالنسبة لي أنا ما هوش قانون إلهي. ما هو مقدس لك غير مقدس عندي، وما تؤمن به أنت ما نؤمنش به أنا. أنت تشوفوا لي هذا القانون متاع أحكم الحاكمين، أنا نشوفه متاع أجهل الجاهلين. قانون بدوي صحراوي قديم عنده 1400 سنة، وتحب تفرضوا علينا توا في تونس دولة مدنية وفي دستور مدني؟ نعم، يجب أن يغير هذا القانون، شئت أم أبيت. يمكن تطبقه على روحك، يعني وأنا متسامح، يعني على روحك طبقه، ما عنديش مشكلة. لكن تونس باش تكون دولة متقدمة ومتحضرة وإنسانية، يجب القانون متاعها يكون قانون عادل، قانون يحترم الإنسان. أما أنت تحب تعيش التخلف والبداوة في دارك، واللي يتبعوا فيك هما أحرار، ما عنديش مشكل. أنا يهمني تونس وقانون تونس، هذا هو اللي يهمني، على خطر هذا القانون مادام موجود في دستور تونس، تونس تعتبر دولة منحطة وما هيش إنسانية. وهذا القانون طال الزمن أم قصر، رغم أنفك ورغم أنف كل المسلمين ورغم أنف رسولك ودينك وربك، لازم يتنحى، ما فيش نقاش. نظن هذه النقطة واضحة، نواصلوا الكلام معك، تفضل. هل أنه اليوم مش نناقشوا الأحكام الإلهية على ضوء العقل البشري؟ هل أنه اليوم العقل هو اللي مش يحدد عدل ربي سبحانه من عدمه؟ طبعا نناقشوا، علش ليه؟ احنا مانيش قطيع نتبع هكاك. كيفاش معناتها تطلب مني باش ما نناقش حاجة انت تقول انها من عند ربك؟ وشكون قالني اللي انا من عند ربك؟ ها؟ كان فما خطأ واضح وبين نصلحوه. الإنسان يتطور والعقلية تتطور والإنسانية تتقدم، مش نقعدوا متخلفين 1400 سنة التالي على خطر قال الرسول قال الله. ها؟ علاش ما نستعملش العقل؟ شبيك ضد العقل؟ علاش تحبني نتبع النقل؟ ها؟ حتى معناتها بعض العلماء متاعكم يقول لك ما تجدوه يخالف العقل فاضربوه عرض الحائط، يطبق دينك على الأقل شوية هك. بعض الكلمات هكا اللي موجودة اللي معناتها تحلك شوية مخك، ها؟ على خاطر ربك قالك أو صدق الله العظيم. ما صلحوش الأخطاء، ما تطورش الإنسانية، نقعدوا قطيعا نتبعوا. إذن يا أخي ولا يا أخويا، هذا مش منطق، ولا منطق كل إنسان عاقل، هذا منطق العبيد والقطيع اللي يقدموا النقل على العقل، فهمت؟ هذا القانون لازم يتبدل، كان ما عادش يوافق الحالة اللي وصلنا لها توا احنا كبشر. خل نكملوا الكلام بتاعك، تفضل. اللي هي استاتي سوسيال، هل أن الرجل هذا سيكلف بمهام فهو من بعد مطالب بالإنفاق، أم أن المرأة هذه هي أم حاضنة، أم هي بنت في كفالة أمها وفي كفالة أخوها وفي كفالة عمها؟
فنظرة الإسلام للمواريث هي نظرة شاملة تراعي كل ما سبق ذكره في إعطاء كل فرد نصيبه. النظرة هذه هي اللي تخلي من الإسلام الدين الكامل، الدين الخاتم اللي قال فيه ربي سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ربي سبحانه عز وجل رضي لنا هذه الأنصبة وهذه المواريث، وللأسف بعض البشر مرضوهاش. أما حول ستاتي سوسيال أو الحالة الاجتماعية، فهذه أمور وضعها الإسلام وجعل النفقة على الرجل، وجعل الرجل مسؤول على المرأة. بعد لحط عطاء معناتها حاجات للراجل، وانا متفق معك في هذه المسألة. هذاك علاش انا ديما نتكلم ونقول من نجموش نحكيه على قانون الارث وحده، لازمنا نحكيه على قانون النفقة. واحنا نعرف القانون التونسي في مسألة النفقة. من الظلم التحدث عن المساواة في الارث دون الحديث على المساواة في النفقة، وإلا سوف نظلم الرجل. المساواة في الإرث مرتبط بنفقة الرجل على الزوجة والأولاد. يقول القانون التونسي إن كل مرأة متزوجة تستحق النفقة من زوجها، وتشمل النفقة تكاليف الغذاء والمسكن واللباس والمصاريف والعلاج، بالإضافة إلى عديد من المصاريف الحياتية الأخرى. فالزوج ملزم بالإنفاق على زوجته بمجرد إتمام عقد الزواج. إذن هذاك علاش تنقيح الدستور ما يتوقفش على المساواة في الإرث، وإنما التنقيح في قانون النفقة، بحيث تصبح المرأة شريكة في النفقة على البيت الزوجي وعلى الأولاد حتى بعد الطلاق بالنسبة للأولاد. إذن صحيح فما ترابط بيناتهم، ولازمنا نبحث المسألة من جميع جوانبها، وكل واحد ياخذ حقه وكل واحد يولي مسؤول على نفسه. مش تحط العصا في العجلة من بعد تقول العجلة ما تمشيش ولازمنا نهزوا الكريتة. هكاك عمل الإسلام، حط مسؤولية المرأة تحت الرجل، فهمت، وجعل كل شيء في يد الرجل. من بعد يجي يقول لك المرأة ضعيفة، المرأة ما تنجمش، المرأة ما عندها حتى قيمة، المرأة نصف الشهادة، المرأة نصف الإرث على خاطر هي ما تنفقش. يعني هذاك مسخير، مسخير على العقول. أنت تجعلها ما عندها حتى بوفوار، ما حتى سلطة، من بعد تقول ضعيفة بأي حق؟ بأي حق؟ إذن هذا هو معناتها اللي حبيت أنا نقوله، أن المسؤولية مشتركة من بين المرأة والراجل في الإرث وفي المسؤولية نتاع البيت. هذه مسألة يعني العالم أجمع يعمل بها، وهذه هي حقوق الإنسان، وهذا هو المنطق بتاع العصر متاعنا توا. إذن كملنا من حكاية الإرث، ومنحبش نزيد نطول عليكم في الرد لأن الفيديو توا تقريبا نص ساعة. هذاك علاش باش نقص هذه الفيديو ونرد عليها على زوز فيديوهات. الجانب الأول اللي هي الفيديو هذه تكلمت على الإرث ورجعت عليه على كل ما يخص الإرث، وأتمنى أنه ميسينياليش الفيديو باش يتم منحه في يوتيوب، على خاطر تعرفهم المسلمين ما ينجموا يخدموا كان في الظلام، ما ينجموش يناقشوا مباشرة، فهمت؟ ديما الأسلوب متاعهم وقتها ما عادش عندهم ما يجاوبوا أنهم يسينياليو، يجي يقول لك الفيديو هذه تحتوي على مقاطع من المقاطع متاعي متاع الزيتونة، هذاك علاش نطلبوا من يوتيوب باش يحذف هذه الفيديو. هما الهدف متاعهم مش كيما نقولوا احنا حقوقهم، على خاطر هما بيدهم سرقوا حقوقي، فهمت، ما غير ما شاوروني واخذوا الفيديو متاعي وقسموه كيما يحبوا هما، فهمت، ورجعوا عليه يحبوا رواحهم هما فقط، رغم اللي انا من سنياليهمش. علاش من سنياليهمش؟ على خاطر انا نؤمن بالحوار، لاني انا الافكار متاعي مانيش ننشر فيها بالتخبية وبالخداع وبالنفاق. هذاك علاش هما انا ديما نقول عندي 20 سنه وانا نقول ما تمنعوش الاسلاميين من الكلام، وانما جيبوا شكون يرد عليهم، هذا هو الحل. هما ما ينجموش يواجهوا الحقيقه، ما ينجموش يواجهوا الفكر والمنطق. هذاك علاش ديما وقت واحد يرجع عليهم شنو يعملوا، يمشيوا يسينياليو. لكن مش مشكل، حتى ولو سينياليو الفيديو النجم نهبطوها على الفيسبوك، وعندنا الموقع متاعنا نحطوها عليه، وحد شيء ما يضيع، فهمت. اما نتمنى
ما يهبطوش لهذا المستوى اللي هو مستواهم ويكونوا عندهم شوية على الأقل عزة وكرامة. طبعا هما في الأول بدأوا بالإرث، من بعد باش يدخلوا في حكاية ها هما هذوما الملحدين أو هذوما الكفار ولا هذوما المنافقين، فهمت؟ راهو باش يبداو لكم بالإرث، من بعد باش يطالبوكم بحاجات أخرى، وباش يدمروا لكم الأسرة، وباش يردوكم تنكحوا أخواتكم وأمهاتكم. هذا موضوع آخر، فهمت؟ ما هو يقول ينتقل إلى الموضوع الثاني، فهمت؟ حتى أنا نوقف الفيديو هوني وننتقل في فيديو ثاني باش نرجع عليه على بقية الاتهامات وبقية المغالطات، فهمت؟ اللي قام فيها في الفيديو متاعو، على خطر يعرف الناس ما يعرفوش حقيقة الإسلام وما يعرفوش شنو هو الظلم اللي تتعرض له المرأة، فهمت؟ في الإسلام. وإحنا نكتفي بهذا القدر، ومع الفيديو الثاني نحاول نخرجه في أقرب وقت ممكن. وشكرا على المتابعة، وما تنساوش باش تبارتاجيو الفيديو وباش تسجلوه، على خاطر فما احتمال انهم يعترضوا عليه وانهم يسينياليوه باش يحاولوا يمنعوا انتشار العقل ضد النقل والجهل والتخلف. وبسلامه.